الجديد ديالي سينجل ان شاء الله، وعيشوف النور قريب ان شاء الله في السنه الجديده 2018، وان شاء الله غيكون مفاجاه كبيره. كلمات والحان زكريا بقشة ومتوزيع حمزه الغازي، وان شاء الله فيديو كليب شي حاجه مفاجاه كبيره ان شاء الله. يعني خديت الوقت شويه مع الاسره ديالي الصغيره، مع وليداتي، وكتعرفي فتره الرضاعه فتره دابا الحمد لله، ولا وليداتي بامكانهم يمشيو للمدرسه، فقلت يمكن الوقت المناسب انني نشتغل وفي نفس الوقت يعني نحافظ على البيت ديالي شويه. وهي في الحق سنه الحياه، وانا كنبغي كل حاجه نعطيها حقها، فقلت نعطي الحق لولادي شويه ولو ماشي الكافي، ولكن نحاول. انا قلت دابا يمكن مناسب اني باش نشتغل شويه، هي في الحق ولفني في الدار. وطبعا كان اتفاق بيناتنا، وكنتمنى انني نوفق ما بين البيت ديالي والعمل ديالي. لحسن الحظ الوالد هو في الميدان الفني، هو ملحن وعازف، وهذا اللي خلاني اني نزاول الفن، وخديت منه الخبره الكافيه تقريبا، وهذا اللي شجعني اكثر انني نزاول الفن، لان كتعرف الميدان الفني صعيب صعيب، فالحمد لله كونه بجانبي الله يخلي لي ويخلي لي حتى الام ديالي، انا نقدر ان شاء الله يعني نكون في المجال الفني وانا مرتاحه. الشكل مهم بزاف في هذا الوقت، لان ولات الاغنيه كتشاف وكتسمع وين كتشاف اكثر، يعني الصوره مهمه جدا مهمه جدا. كاين اللي كينجحوا غير الشكل ديالو. لانه للاسف الانتاج الخاص والفيديو كليب كيطلب يعني الماده كثيره، فحاولت نشاهد، عملت الاغنيه ديال الدار البيضاء الباهيه مع المخرج عبد الصمد شرف، وهذه المره كنتمنى على تكون، يعني ما بغيتش نتكلم على الموضوع اكثر، يعني يكون عمل ضخم لانه ماشي من انتاج يعني، فكنتمنى ان يكون يعني عمل اللي هو كنت كنحلم به، يعني نعطيه للجمهور. الاداره وصناعه النجم مهمه للفنان، لأنها هي سبب نجاح، يعني لما كتقي فنان وراء شركة وراء إدارة فنية فإن أكيد غيكون ناجح، لأنه هو غيكون غيسهلو الطريق أكثر. أما الفنان بوحديته، كاينين الفنانين يعني كنشوفوا خريجين برامج وأصوات رائعة وما وصلاش، السبب ماشي صوتهم، السبب لأن ما كاينش الشركة اللي وراهم اللي توصلهم للجمهور. أنا كنحييهم وكنتمنى لهم التوفيق، لكن أنا للتصحيح أنا مريم بن نمير بن نون وما بن المير ماشي مشكل، المهم حنا فنانين، وكنتمنى تكون صورتنا تكون طيبة عند الناس. كازابلانكا يا كازابلانكا.